هو لسه مرزوق ده بقى اتاخر كده ليه ان شاء الله؟ زمانه جاي يا اخويا، وبعدين الغايب حجته معايا. بقول لك ايه، انا مش متفائل. ليه بس؟ ليه بس؟ انت مش شايفاه اتاخر بقى قد ايه؟ بعدين اللي ما يحترمش مواعيده ما يحترمش الناس، ودي حاجه تقلقنا انا قوي بقى. طب استنى لما تشوفه، مش يمكن يعجبك؟ ان شاء الله يعجبني، ان شاء الله يطلع كويس. وانا اكره لك الخير يعني؟ لا ان شاء الله، والله هيعجبك وهو كويس. تحبيها بت؟ انا؟ لا طبعا، هو انا بتاعت الحاجات دي؟ عليا انا بت، ده انا خبزك وعجنك من وانت قد كده، من وانت في اللفه. بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف، بس من بعيد لبعيد. وشافك فين بقى الواد ده؟ في خناقه. خناقه؟ اه. ازاي يعني؟ قامت خناقه في محل القماش اللي انا شغاله فيه، وهو جاي يحقق ويمقق في الموضوع. في الموضوع برضو؟ ماشي، خليها في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا مرزوق؟ كنت فين؟ لا مؤاخذة، جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله. معلش، حصل خير. سمعت بقى إنك عايز تتقدم لأختي بطة، الكلام ده صح ولا مش صح؟ وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده. إيه ده؟ طب تشرب سجاير؟ لا لا لا، كنت بشرب. صح ولا مش صح الموضوع ده؟ هو صح ومش صح. نعم، يعني إيه يا مرزوق؟ لا يا جماعة، أنا قصدي ان انا يعني عايز اخطب الاول، وبعدين الجواز ده ان شاء الله قدام شويه يعني. طب ما منطقي جدا انك تخطب وبعدها تتجوز. معلش يا ادم، انا بس احب احدد الحدود قبل اي حاجه. ده جواز يا صاحبي مش اي كلام، وبعدين دي حرمه بيت ولازم نحافظ عليها. وبصراحه انا ما عنديش شقه، وعايش شويه وقت يعني كده لحد ما احوش تمنها وادور عليها والاقيها. تحوش وتدور؟ ده هتبقى اختي عجزت وكبرت ووشها شقه. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يعطرني فيها والاقيها بسرعه. وبعدين زي ما انت شايف انا امين شرطه وبدرس في كليه الحقوق، وان شاء الله فاضل لي سنه واتخرج وابقى ظابط قد الدنيا. ده انت مطحون زينا بقى يا عم مرزوق. وهو مين مش مطحون في البلد دي يا ادم؟ معاك حق. وانت عايش مع مين بقى على كده؟ مع امي. انا اخ على اربع بنات، بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني، ومش فاضل غيري. تاهت ولقيناها، عايش مع امك، يبقى تتجوزوا في شقه الوالده. لا أنا عايزة شقة لوحدي. جرى يا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ الشقة طبعًا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك إيه يا عم عبيد؟ بتفكك أخويا من حكاية تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني؟ أشاركك؟ أشاركك فيها زغلول. أنا أقول لك، تضم محلك على محل الملابس بتاعنا، وربنا يكرمنا ونوسع المجال. أيوه بس أنا الصراحة يعني ما بفهمش في شغلانة الملابس بتاعتكم دي. أنا ومين بيفهم يا حبيبي؟ أنا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد أخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك، بنستر الناس ربنا بيكرم. أيوه بس الصراحة يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركه مهرها. انا بنتي. انا بنتي؟ ايوه عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي؟ الديسي يتجوز انا؟ اليمامه دي تتجوز الديسي؟ ماله يا عبيد، واد مجدع وكتسيب وبيحتكم على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد علي. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش يعني، انا نسبتي هتبقى نص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. لو يا عم لا طمع ولا حاجه، صحيح انتوا محلكم اكبر، بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبته مرزق، وكفايه ان هواه بحر بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10%؟ دي قيمتها انا؟ ليه؟
انت عاملها بالوزن؟ بصراحة بقى اكتر من كده تبقى واقفة بخسارة عليا. يا عم ماد اقولك على حاجة، احنا هنخليها 30%. لا 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 حبيبي ده كتير قوي كده، تبقى بخسارة عليا. يا عم هو انت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتك؟ شوف خليهم 25% والنبي ما انتهي الحاجة وتقول مبروك. وهتجربني ولعلمك انا مرزق، لو شاركتني شوف الخير اللي هيجيلك. ساعديني بقى لما بتجيلك. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صبرا. خير؟ بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصة كبرت وعدلها جالها. تتكلم جد؟ اه والله. يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي. يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحه لا. ايه؟ لا يعني بهزر معاكي. لا الواد شكله جدع وابن حلال. انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب. ربنا يتمم لك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا عشان تعرفي الخير على قدوم الوردين. افتكرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدا. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي بالسهل كده. دي برضه هنا وهنا تتقل بالذهب. ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي الديسي؟ الديسي ابن زغلول الديسي؟ يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعينه. يا لهوي ده طور، ده مهزقه الحته وغبي من يومه. ايوه يا اختي بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوه. وبعدين هيشاركني نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكايه تصوير المستندات وبيع الارواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه؟ خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشلينات والكلام الفارغ ده. طيب بس انا مش عارفه بنتك هتوافق عليه ولا ايه؟ ده البنت ما بتطقهوش. ما هو ده دورك بقى يا ام هانا. عايزك بقى تليني دماغها ان شاء الله حتى تسقيه لها بالمعلقة.